Acabou. خلي هذا الحب بتروحات. طاق عليك على البركانية كي تك عليك سيس كي تخليه يطق عليك انت ولا الله بالصح الخضر عمو جام الخضر هيا راي عندي حابشة ولا عندكم ودي بتخلي شي يطق عليك هون على اني ربي فيك بطق عليها وانني شدك نحل بكول اجتماع اجتماع اجتماعوا بسم الله وما كان اخضر هيا وما كنت ترتق عينك في السماء اجتماعوا هاني نجمع ذيك خلعتني على بالك ما يطيقش عليا ما يطيقش عليا كي يطيق عليا غدوة خرج للضو شوية نديرو الضو في بلاد زي غدوة ان شاء الله راك تبان كيما اللي كيبيع عشا اللي طيب النبك السلام عليكم ورحمة في السدرة وطيب النبك وبركاته سدي زميلي عجب لي القاو زميلي الاخضر السلام عليكم حيثما كنتم وما كنتم هذيك تبيع عشا اللي طيب النبك شوفوني حمزة صاحبي زميلي كي راك واش بلينك صاحبي السلام عليكم او حقو توحشك قال لي توحشته بيت نهضر معاه شكون حقو حقو مسكين ساعه ستوني لاصق ستوني مجيني بغينا نهضروا شويه ونجيو معليش 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 الاخضر كي راك اخبارك لاباس ابراهيمو الحمد لله صاحبي انا والله البارح ما رقدتش قعدت الحمد لله ها امبارح قعدت غير نخمم في الاخضر هذيك اللونجلي مين جابها هذه ذوك الكلمات الله مومو الله ما يبارك مخيونة مخيونة واحد قال لي ابراهيم حمزة راه ضيف اليوم ما راهش يكثر في الهضرة مرحبا اها وين نكون انا شبتها وبرجع لها والله ما ادري لا لا هادي شو ممكن السلام عليكم ما دامت انها ضحكت ما دامت انها ضحكت معناتها معناتها انت انها ها معناتها انت مع السلامة يا اختي مع كملي الهضرة مع السلامة خليني سقسيها خليني سقسيها كيمو في سيرة الاحلام اكيد والله صح والله صح يعني انت شايف اكونت يا جماعه انا عبدت نعاود نطلع انا شو مكاين اسمعي اسكت الخضر اسمعي البارح شفت روحي راقد البارح شفت روحي هارب والكلاب يجروا في جرتي وينبحوا ممكن تديني ثواني عشان انا فاتحه لايفين تفضل البارح شفت روحي نجري والكلاب يتهربوا في جرتي وينبحوا بتقول ايه؟ ما كنتش تسمعي والله ما سمعت رأى في المنام الكلاب تلاحقه يعني هو يجري رأى في المنام ايه؟ كلاب تلاحقه لون الكلاب في المنام انا شفت روحي نجري في الليل انا نائم شفت روحي اجري وخلاب تجري مورايا وتنبح تمام احذر من اشخاص الاشخاص دي هيتكلموا في حقك او هيتكلموا وراك كيف؟ احذر من اشخاص الاشخاص دي هيتكلموا عليك من وراك لان هم كانوا بينبحوا من خلفك يعني الناس تهضر فيك اه ما تقدرش تقولي لي شكون هما هذ الاشخاص اجيبهم منين الاشخاص اين الاخضر روكا اودي ابو جمعه جزائري ولا مغربي جزائري جزائري ابو جمعه قولها على ذاك الاخضر قولها على ذاك المنام اللي قلت لي عليه حق انت شاشت هنا تحنش متلوي عليا وفي وراسو تاع ابو الجمعه انت كهرباء عندك ولا ايه اسلفك حبه كهرباء يعني قالك لف عام تلوي عليه افعى لونها
تكلم يا كرومي. كرومي اللون بنفسجي. الحلو خد بالك من واحده، افعى بتلف حواليك. ستي مش كويسه. بالله ربي كشفها على البكري. ما تنتوب لي جيش بيدي. كويس ان انت فاهم والله. انا عمري مش لفعة بنفسجية. قدامك اهو. مش بترسق فيك يا شيخ. الاخت من مصر. يلا نلعب الجولة دي وانزل. اسمعي انا شفت روحي في المنام احفرت بئر عشان 100 متر فخارج الماء والذهب وخرجت الالماس. والغد يوم لك سبحت عتشة. فهمتي قصد؟ بجد ولا؟ أنا حفرت بير في بيدي. طيب. وبعدين. طيب أنا هسألك سؤال، هو أنت شغلك إيه غير السوشيال ميديا؟ ها؟ شغلك إيه غير السوشيال ميديا؟ قول الحرفة اللي عندك وداخرة شيء هي الله حمزة. مغني. بس كده؟ مغني فقط. طب بص يا ابن الناس، اولا عاشوا لبيت. طيب اولا علشان اقول لك على شيء، لما تلاقي نفسك بتفحر في الارض وتطلع ميه وتطلع ذهب، او بمعنى اصح بتطلع باطن الارض فيها خيرات، معناها في رزق ليك لم تحصل عليه، لان دي اسمها حاجه اسمها مدفونه، لسه ما خدتش حاجه كلها، لكن انت بتسعى عشان تاخدها، والعلم عند الله. انت طلعت واخدت الشيء ده، ابشرك ان شاء الله تمام ان ربنا هيرزقك برزق الوفير، والعلم عند الله. تسلمي لي يا جير. ان شاء الله ان شاء الله. جنينه عبق، جنينه فاتت من جنينه، شكون هذا؟ شفت انا يا عندي عندي يومين. لما انا فاهمه بني ادمك فاهمك بالعقل. انا عندي يومين شفت روحي تقوست بامراه طويله وعندها ذيل. عندها ذيل؟ انت متغطي وانت نايم؟ عندها خعالة. عندها ايه يا اخويا؟ عندها الذيل. عندها ذيل ليه ان شاء الله؟ متجوز ارنبة ولا ثعلب؟ صلى على النبي. الكلام ده؟ مش الكلام ده؟ جنية عاشق هذيك حمزة. اذا منام عليك تلومي فيا. انا كنت عارف قاع ما رقدتش. ضحكوا يا بنات الله يسعدكم. العشرة اصبح انا شفته العشرة اصبح. نحضر هالسؤال. هو اللي اخضر سؤال واحمر جواب، فاهم؟ انا كنت داخلين سين جيم ليه كده؟ واحد اللي احنا بنلعب جوله بتعرف بقى على الناس، لان النهارده مودي مش واخدني للتفسير، فانا بتعرف على الناس سواء هنا او هنا، بس ادوني ثواني فرصه يعني. الاخضر يريد ان يشخصيك مسكين، لم يتكلم بقى. والله الاخضر تكلم كلمه ما فهمتها. الاخضر احكي لها كيما تروحك في المنام في الثوره، وقع كيما تروحك تحارب في الثوره في المنام. والله كلنا هنروح نحارب في الثورة، هنتقتل هناك. يلا توكل على الله. بس هو كان كل اللوبيا هذيك اللي لك اللوبيا. هلا كنت راقد. دار الحرب وحده واستقل الصباح صباح مستقل. ده أنا عايزة جوجل يترجم لكم أنتوا الثلاثة. ما تفهميش الدارجة الجزائرية؟ لا والله بفهم الجزائرية، بس الأخ أخضر ده لهجته إيه؟ أخضر تكرك في، هو يسكن في كوكب الصخر. الأخضر مو جزائري، مو جزائري الأخضر، من الصين الأخضر. سامحنا غير اللي لم يجد تحشم فيه، هو أصله من الصين ويعمل في الجزائر في مصنع. ده هو عنده كهرباء مقطوعة؟ أنا خيك ما فيك حتى حاجة. هو الآن في جبل، في جبل. هو عنده كهرباء مقطوعة ولا إيه؟ غلطني كهرباء وعايز. ما طالع في الضلمة ما بتوفر كهرباء. وما كفر. عنده حق في الجزائر، ما عنده حق في الكهرباء، عشان ما عنده فاتورة باسمه، ما عنده أوراق. طب ابعت له حبة كهرباء بدل ما أنت قاعد فوق كده مش لك لازمة، ابعت له حبة كهرباء. خودي بين شخصيك لو عدل منها مش أنت والله، اسمعي. الله يسترك ويستر آبائك. يلا تعرفت شرفتي جدا. خليه يحكي لك، خليه يحكي لك. خودي سمعيني وبرخبوا روحي. وربنا ما انا فاهمه حاجه، خليه يحكي حاجه انا مش فاهمها. انا نترجم لك، روح على الخط. انا شت روحي راقد وشت روحي كلبه تجر في مزران. ثواني انا اجيب جوجل واترجم. رقدت بلا وضوء الخضر، رقدت بلا وضوء. وقيلا قال لك راقدت في المنام رايت كلبه تاكل تجر مصاريك يقولون لهم اعضاء. استالاسيو ولا استالاسيو؟
الاخضر انا ما فهمتهاش. سينيسيو سيني جرب سينيسيو. لا اله الا الله، انت عارف هو انا من البدايه اصلا مش مستعد. قال لك شكرا سعيد، قال لك انا راقد في المنام وارى وارى السحر بتاعي. تاكله في الامعاء تجر يعني. مين اللي تاكل في الامعاء ياب؟ بتاع الاخضر. بتاع الاخضر مين اللي باكل في امعاء الاخضر ياب؟ كلب. كلب يا كلب. الامعاء تبعك كلب وما ياكلوش. يعني وبتاكل في امعائك ليه يا اخضر؟ ما تجيب لها اي حاجه تاكلها. ولا بتاع لي وينو قدم الندي ميسيوني معانا على بالك. انا بقول لك ايه، انا حاساها اشتغاله وهو اليوم اصلا من اوله مش عاجبني. وين تسكني في اين تسكنين في مصر؟ انا بسكن في اخر بلاد العالم. مين؟ ام الدنيا. ام الدنيا يعني هي اخر بلاد العالم؟ ام الدنيا واول بلاد العالم هي ام الدنيا برضه. انت تسكنين في مصر؟ لا انا اسكن في بيتي. ها؟ أنا أسكن في بيتي. أودي دكتور. نحن قلنا لك نحن من الجزائر يعني. بسكن في مصر. هذا مكان. بس يا ضربة معايا أصلاً ضحك. إن شاء الله سوف أزور القاهرة. مع بعض بسم الله ما شاء الله. زودتوها معانا. معرفة خير إن شاء الله يا أختي. آمين يا رب. مع السلامة. اللهم لك الحمد، مع ألف سلامة. كل حاجة الأخرى، كل حاجة، كل حاجة. تفسير. لما أنت جاي الحاجة انزل يا أخي، لا إله إلا الله، انزل. انت انزلي. سلمي على الحاجه، سلمي على الحاجه. والله اللي عايز ينزل ينزل، انا على بيتي. هادي راكي بيتك، هي حسبتنا انا عندها في الخيمه. خلاص انا هنزل، انا بنزل، بضحك معاك. يلا سلام عليكم. شكرا شكرا يا المفسر. انا ما بدي لا ويو خرط. قاعد يخلط وقاعد يتفسر. خلاص ايش اللي تفسر هذه ولا لا؟ والله لا بدي لا ويو. جيتي لمدرسه المشاغبين وكذا غير تربيت. اي اسمع اسمع، طلع وحدات هذا بلونغلي كان ولو اليوم لتكبيس لحتى حجود الحيه ولا سال الله عز ردي رايح حبسه. والله لا حبسه ما وجد دمر وقعوا ما كاش اللي بغى يدمر. دمر جهتك اسمع، انا فنضك شويه ونحبس. اسمع كلاب اسمع. اكتب يا حمزه. هذو ملي هذو ملي دابا مصارين. اي ودي والله لا حمزه لا مصيبه بس. حمزة قال طقي تقولي لي شكون هما؟ أجمعنا. واه. هيا باي باي أنا نود. أورك رايح. خاف من الكلاب. الو وراك رايح؟ انا نروح تهلا بارواحكم. يا ربي يروح حمزه. هادي واش بغي نشدوه باش يشدوه نحلبوه له. بالك باي طلعوا مع اصحابكم ولا اصحاباتكم انا نروح. يا ودي رجع رجع قارع، انا والله انا باين نسمع لونغلي. وليد 23 شحال ما لا ما مدرس ولا صلاه. يا ريت ما تخليش يروح عاصمي. سلام خويا.
قلت لك كلاب. ذيك المفسيره تلعبها تعرف كل الشمكش قال حتى تقول لك ما نعرف شو لها او باش ما تطيحش هاك فاهم لعبتها فسرت وفراق فاهم صاي نجحت دارت انجاز او تبي تدلع واي بس ما شفت لك جنينه وفايتين منها ابراهيم واصح قلبها وخلص هو بجا انت اخويا تكشف مولا نورمال انا ما غلبني الضحك ما تقطع حمود ما بغاش يحبس بس انا حمزه احفظ تخرج لك النور قل له حنش دور بي قولي قولي الناس يضربون بيخلص اعرف بلي الشعبي انا مش تخلعت وحده تشوف الزهر وحده تلعب كارطه والش اللايف طالع عليهم حمزه الشعب تجهل قسما بالله شتبروا عاد فيديو وحده ودير لهم والطاقة السلبية سما نسوا بلي كاين حسن المسلم نسوا بلي كاين اذكار الصباح نسوا بلي كاين اذكار المساء عبالك صاي سبحان الله وشير اللايف طالع عليها طالع عليها ما تأمنش واحد يقول لها شوفي لي واحد قالها منه لا حول ولا قوة ولا بالله العظيم قسما بالله وابراهيم تبكي يا وادي سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والرحمة ليش نسمعوا فيك الأخت ما ليش نسمعوا فيك بلينك تسمع فيها تسمعوا فيها بلينك تسمع فيها لا لا سمعت الساكن هبطي وعاودي طلع الأخت هبطي ونعاودي نبعث لك أوكي أوكي وقت سمعها قارعوا لك ما تطوليش الله ريزور عاد هاتي ربنا هذه كاش كوديا يا ودي لاسكيت على بالي لا عاصمي ماشي مصامم ما ودتش بالك ما عرفتش تهود كي تسمع فينا اختها هبطي نسمع فيكم نسمع فيكم ايش نسمع فيكم هبطي عاود طلعي ولا نسمعوا احنا قال لك هبطي عاودي طلعي الحس عندك انا الحس عندك ما عرفتش تهوي البلد ما عرفتي تهبطي اختي ولا ما تعرفيش لا لا ما نعرفش هبطوني انتم اوكي لا نعرف لا نطلع لا نهبط شوفي روحي عد هذيك اللي دايره هاك من تحت اللي دايره هاك روحي شوف اللي دايره اوكي هوت 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 اه فهمتك جاي تحت كلها ايه وكاينه الاكس قادره لي هاي شو اللي ما يعرفش انت قلت له ما ايش نسمع وبعد قلت لك لحظة قلت لك واه واه هبطي وطلع تمركت على بالك شوتها حمزة على بالك قال لك نورا طالباتك وين تروح قبلك وين تروح عند من تروح عند من تروح بعد هذيك اللي دايرها هاك متح متح الاخضر كل يبغي يهبط وين يروح عندها اه دي انا الغاز حا خسر الغاز حا راحت تاكل برا ما عايش لايف اه وراح لي شو كيدي نما استغفر الله يا ربي هو علي شو هو عليك شو انا شو بين دلك وين الله علي وعلي
هشام بوروبا، السلام عليكم خويا، صافا كي راك؟ بلومي يا حبيبي. هشام 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 يا صاحبي. راني نقول